بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المؤتمر 12 لمنتدى الوحدة الإسلامية، وقد اعتدنا في كل مؤتمر أن نخصص جلسة خاصة للقضية الفلسطينية، لقضية القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين، ولذلك الآن الجلسة مخصصة التي تنعقد الآن هي مخصصة لهذا الموضوع. طبعا القضية الفلسطينية لعلها تمر بأخطر وأحرج مراحلها، خصوصا بعد الإجراءات الأمريكية الظالمة والمتعسفة التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب عندما نقل أولا السفارة الأمريكية إلى القدس، وثانيا أعلن ما ادعى أنه اعتراف بأن القدس هي عاصمة أبدية للكيان الصهيوني. طبعا نحن من جانبنا لا نعير اهتماما لمثل هذه القرارات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به، لأن القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين والمدينة المقدسة لكل الأديان، هي واقعة في فلسطين، والذين جاءوا الصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين هم غزاة محتلون لا يمكن أن تقبلهم طبيعة الأرض، وهذه سنن التاريخ، لا يمكن لمستعمر أو غازي أن يدوم في مكان، ولذلك سيذهبون وستبقى القدس عربية فلسطينية. لكن هذا لا يلغي أن نقوم بدورنا، خصوصا الآن ونحن على أبواب ما يسمى بورشة البحرين التي تنعقد بعد يومين في البحرين في المنامة. هذه الورشة التي يجتمع فيها الخونة مع المستكبرين مع الصهاينة، الخونة من العرب، لكي يبيعوا القضية الفلسطينية بثمن بخس. هم حقيقة يهينون أنفسهم قبل أن يحاولوا إهانة الشعب الفلسطيني، عندما يصورون أن الشعب الفلسطيني قد يتخلى عن بلده عن وطنه عن مقدساته مقابل ثمن بخس، وهذا لا يمكن أن يتقبله إنسان حر وشريف وعاقل. ولذلك الشعب الفلسطيني بكل أطيافه بكل منظماته رفضوا هذا المشروع، رفضوا الحضور، وهذا هو الموقف المطلوب. يبقى العار على الخونة الذين سيجتمعون ويحضرون في هذا المؤتمر أو هذه الورشة، والحمد لله هي ماتت في مهدها قبل أن تولد، قبل أن تخرج إلى النور ماتت هذه الورشة، وإنما هي تحصيل حاصل. الآن يحاولون بعض الخونة أن يحصلوا على ثمن المشاركة، ولكنهم لن يحصلوا إلا على الذل والعار والهوان، وستبقى وصمة عار في جبين من يتقبل ولو شكليا ببيع القضية الفلسطينية.